أقامت الكنيسة الأرثوذكسية الراهب المتوحد إندراوس شماسًا إنجيليًا جديدًا، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بعمان. وفي عظة القداس توجه سيادته للشماس الجديد قائلاً: أريدك مع كافة الكهنة أن تقوموا بدوركم الذي تشتاق فيه النفوس للحقيقة والعدل والسلام، وأن تعلموا أبناءكم معنى التوبة والاعتراف. وأضاف سيادته: الشماس هو الخادم والملاك، وهكذا تقتضي أن تكون سيرتك وخدمتك بصلاتك وتواضعك وطاعتك. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الشماس الجديد ومعارفه. واليوم يا ابني، بعد ما صرت راهب وأخذت اسم القديس إندراوس، اليوم الكنيسة بعد ما اختبرناك لما يقارب سنة في دير دبين، ولايا مقارب سنة في دير القديس نكتاريوس في المزار هون عندي في المطرانية، شفت غيرتك، شفت كل المزايا اللي بتتحلى فيها، وشفت إنك خادم حقيقي حتى تكون معين إلي ومعين للخدمة في هاي المرحلة الصعبة اللي منجتازها في الكنيسة. يا ابني، قلبي فرح لإلك اليوم لأنك ابن حقيقي ومستحق للخدمة، ومبسوط اليوم فيك ومن أجلك. يا ابني أندريا، أتت الساعة، تعال لفرح ربك.